على مساحة كبيرة من الحب والعطاء يقف هذا المبنى شامخا يعانق شمس السماء، يحتضن بين جنباته حكاية إنسانية لقلوب لم تعرف من الحياة شيئا. هؤلاء الأطفال الذين وجدوا في مركز سجى لرعاية وإيواء مصابي الشلل الدماغي ملجأ وحيدا لهم، باتت اليوم كل حياتهم متعلقة بهذا الرجل الذي قرر منحهم حقهم المسلوب في حياة تقر بالإنسانية وكرامته. عندما توفيت ابنتي سجى البالغة من العمر 2 كانت طبيعية تماما، لكن مرضت خلال أقل من 3 أو 4 أيام بمرض لم يستطع الأطباء تشخيصه، ونتيجة خطأ التشخيص فورا وبشكل متسارع تدهورت حالتها حتى أصيبت بشلل دماغي ثم الوفاة في خلال 3 أو 4 أيام. في الحقيقة كنت أمام خيارين، دعني أسمي هذا المصطلح أما الثأر الإيجابي، وهو أن إذا كانت ابنتي قد عانت من ظروف إهمال، عدم اهتمام من جانب جهات معينة وجهات مختصة، فيجب ألا يعاني من ذات الظروف أطفال آخرين. بسام البطة لم يعد قامة إعلامية فلسطينية عابرة، فهو الذي أسس الإعلام الخيري وذاته الذي بات يجد اليوم حياته أجمل وسط هذه البراءة التي جلدها الواقع بسياط الفقر والمرض. بفضل الله تعالى وبتعاون أهل الخير من السعودية ومن قطر ومن دول الخليج، الأفراد ساهموا معنا حتى كبرت هذه المؤسسة وأصبحت في هذا المبنى 4 طوابق ومبنى بالإيجار، وأصبح هناك أكثر من 30 طفلا يأويهم هذا المركز بشكل كامل، وهناك أكثر من 40 طفلا يأويهم المركز بشكل جزئي يعني نصف النهار. حلم بسام الذي بدأ بإيواء 4 أطفال فقط حث الخطى سريعا نحو النور بنقاء أصحاب القلوب البيضاء من الراكضين في درب الخير وسبله، ليقف اليوم صلبا قادرا على منح الكثير من الخدمات. الأطفال الذين هم نجدهم الآن في أغلبهم أو عدد منهم كانوا لا يتحركون بالمطلق، نتيجة العلاج الطبيعي والمكثف والاهتمام والرعاية والغذاء والدواء أصبحوا على هذه الحال بفضل الله تعالى وتحسنت أحوالهم. هناك طفل لم يكن يمشي يعني عمره 5 أعوام لم يكن يمشي، كان مصاب بشلل دماغي ولا زال، ولكن نتيجة العلاج الطبيعي المكثف والغذاء أنه هذا الطفل خلال 3 أشهر أصبح يتحرك حركة شبه اعتيادية كما أتحرك أنا، وأصبح يذهب يقضي حاجته كما أي طفل، وهذا بفضل الله تعالى. يؤمن بسام بضرورة اكتمال حلقة الرعاية لهؤلاء الأطفال المرضى، فاستطاع أخيرا أن يفتتح مدرسة خاصة يتلقى فيها المرضى حقهم الطبيعي في التعليم، وهو الإنجاز الذي يعد الأول في غزة. حتى تكتمل لوحة الرعاية التي يعني نتمناها لهؤلاء الأطفال أنشأنا مدرسة سجى للتربية الخاصة، وهي مدرسة تركز على الحالات الشلل الدماغي والإعاقات المتعددة من الحالات البسيطة التي يمكن أن يتم تعليمها تدريبها وإعادة دمجها في مؤسسات التعليم العادية، وفضل الله تعالى نجحنا في دمج عدد من الحالات في المدارس العادية وخرجت من دائرة المعاناة إلى دائرة المجتمع كجزء من مكوناته. والد الطفلة سجى التي رحلت عن عالمنا بذات المرض الذي حرم هؤلاء الأطفال من ممارسة حياتهم الطبيعية يصر اليوم على استكمال مشوار الحياة التي بدأ، فيحمل في عيونه أملا وحلما لا يراه بعيدا. ما نتمناه هو أن يصبح هذا المركز محطة اهتمام الجميع في الداخل والخارج، لأن هذه نفس بشرية من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نحن بلا شك نقول أن مثل هؤلاء الأطفال هم من أهل الجنة، فقط ما يمكن أن يحققه تكاتف جهودنا في الداخل والخارج مع إخواننا في السعودية في قطر في الخليج وفي الداخل الفلسطيني حتى نخفف من معاناة هؤلاء، لأنني أكرر مرة أخرى أن هذه نفس بشرية من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
كان معكم وسام محمد، غزة، فلسطين.